صباح الخير بيوم جديد. اليوم احنا رايحين على منطقه اسمها هونس. امبارح ما قدرت اسوي لكم عشاء لانه بصراحه كنا فارطين فاكلنا على السريع ونمنا، مو نمنا يعني ضلينا قاعدين شويه، بس بصراحه نسيت اصور لانه كنت فارط المره ويا دوب فورا هيك كنت عم نوم فورا. اليوم الصبح فقنا جهزنا اكله تسقي هون مثل ما انتم شايفين، هي الخبز هون وهي الحمصات يا معلم، ولسه في الثوم وهالقصص، هي اللبن والحمص وهالقصص هي لسه، بس ما حنقدر نسويه اليوم لانه لساتنا متخومين من عشاء امبارح، الاكل فول بالمعده. فهلا رح نروح على منطقه هيك جديده اسمها هولنز، فيها شاطئ كثير حلو ومرتبه وظريفه على 24، فرح نروح هنيك نسبح نجوع على الاخير نرجع نفرم بعدين نرجع نقعد على التسقيه ونشوف شو الله بيسر. كنت افكر انه هي ما بنشوفها الا بتوم وجيري او بالافلام الكرتون، بس طلعت حقيقيه اخر شيء. شوفوا الفن والاثاره، فن فن الرسم على الحجاره والله حلوه، مكتوب هون كيوستنشتاين يعني حجار الشاطئ. يا سلام كيوستنشتاين لملم. تعبس تعب. شو زاهر؟ صرت راعي الحيوانات الأليفة؟ هذي بارك يا خطيرة. زتلا يا. ليك والله أشرتها كأنه. ليك والله أشرتها. بلا ليك أشرتها تحت. هي ما أشرت أنا. آه. حطتين عليك. شو؟ بس ما تكسر لي الكاميرا. اكلتها هاي انه مقشر باك 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 باك. شوف شروش الشجرة يا زلمة شلون مشزعة يا لطيف. ايه يا جماعة نحن هلأ بقصر اسمه كلوكس بيك شلوس. هذا القصر يعتبر قديم جدا من عصور، انو عصور؟ الوسطى. ايه فاحنا عصور الانحطاط، عصور الانحطاط والرجعية. يعتبر قصر مهم في ألمانيا وله شعبية كثير كبيرة. وهي الجنينة اللي شفتوها هي كلها جنينة تابعة له، مع البحيرة، مع هي البطة اللي صورناها هلأ. ونحن هلأ بشاطئ مدينة اسمها جلوكسبورغ، مدينة عن جد رائعة والساحل تبعها كمان كثير حلو. مكان الإنقاذ، مراقب برج المراقب. هي فرقة الإنقاذ مشان إذا حدا غرق صورة، مشان إذا حدا غرق فرقة الإنقاذ هون. والله استمتع بالمناظر الخلابة. بزهور شو الترتيب؟ شو بدنا نعمل هلا؟ هلا هيك بس استراحة هون عشان نورجيهم للشباب الشط تبع الستراند هوتيل، بعدين نكمل على هولنس. تمام ان شاء الله ما ينزل مطر، بس شكله حينزل مطر شوي. امبارح كان الجو حلو بس هلا اليوم على فكره الجو رطوبه عاليه جدا، يعني تعبنا بصراحه من الطريق تعبنا، فما بالك هلا بدنا نسبح لسه. حراره المي تقريبا اليوم شيء 19. حراره اليوم 19 جيلو حلو ما بيكون بعيد. حراره الجو تقريبا 24. اوكي
كان يتلخبط صدق. حرارة الجو 24. ايه هيك سمعوني الشباب. عادي يا زلمة ما في مشكلة. ما في شيء عم سمع الميكروفون ضعيف. شوف سان فريز انقسم طلعوا علينا يا زلمة. روحتنا لك عم بيراقبوا بيشوفوا هون ما بعرف اذا مبين معكم الكاميرا بس ولكن اعضاء الانقاذ هون على برج المراقبه عم بيطلعوا يشوفوا اذا في حدا عم يغرق في حدا عم يموت عشان فورا يبعثوا له الارساف. شو شباب جاهزين اسبحها؟ يا زلمه بغايج كمان. شو حمزاوي على كيفك؟ يلا 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 عليهم. صراحة الجو كتير هواء ما بعرف إيه إذا رح نصمد حتى من 5 دقايق. صراحة الأمواج عاتية الله يفرج. لحظة شوي شباب ولي والله هواء قوي. ووو باردة المي باردة. ووو ليك كيف باردة على فكرة مش عارف. واحد جد مي حلوة. في امواج اليوم احلى ما لا تنسى امواج بتاخذك وبتجيبك معلم. شوف الامواج هلا وصلت هلا وصلت لعندي هلا رح ابعد كل عن ساهم. زاهر جاهز؟ جاهز. هلا وصلت لعندي وهلا رح ابعدكم لعند طارق لعند حمزه ليك. جبت جن. واو صحينا بعد المي بس والله بتجنن. موجه 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 خليها شوية خليها اسبحها حطه الثاني. يلا اسبحها يا شباب عليهم يا عربي. فيديو مسوي؟ ايه والله فيديو؟ لا حيو السأسة حيو الحمص الله يقطعط لك وزع حبك يا جميل داوي لي قلبي العليل. الله وهنا ما شاء الله شو هيدا يا غيدا. هلا اتسق يا معلم صارت جاهزة وصفيان بس شو طش السمنة نطش السمنة يا معلم نطش السمنة عبيت الشاشة بزاك. طشش يا مطشطش طشطشنا طش يا مطشطش طشطشنا اسمعوا يا صوت وويلا يا سلام ما شاء الله. كيف الشباب مع النطرة؟ طول بالك يا زلمة مع النقدر ابوي شو خالص ولا حبة؟ ما صار الشحن. يلا شباب انقضاض بسم الله هلا رح نقدم عليهم ونشوفكم بعد الاكل ان شاء الله نشوف الشباب شلون رح تكون ردة فعلهم بعد هالمشوار اللي احنا اليوم كله رح ينسطح ان شاء الله. هاي اول منسطح انسطح على الاخر بعد الاكل. شلون الاكل كان؟ وهي المنسطح الثاني شو سطحت شايفها؟ لا تصورني. وهي المنسطح الثالث.
الله يبع عميز. شو خالص شايفة ولا فيوز حمزة. وانا بصراحة فرضت هلا نازل بدي احط راسي وما بعرف اذا اسلح انا ولا لا، بس يلا بشوفكم فيديو جديد. سلام. Why take a chance when you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.